هل صلاة العشاء موعدها حتى قبل أذان الفجر؟ حيث أن البعض يقول إنه من صلاها بعد منتصف الليل فهي قضاء. صلاة العشاء إلى نصف الليل وقت الاختيار، نعم. إلى نصف الليل، وما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر هذا وقت ضرورة لا يجوز التأخير إليه، إنما هو وقت ضرورة فقط. نعم. من بعد العشاء إلى نصف الليل. إلى نصف الليل هذا وقت الاختيار. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله.